وقفة أخيرة مع أخبار الطقس. أحوال الطقس ودرجات الحرارة من جديد تستعرضها لنا فطيرة منك. شكرا مصطفى، شكرا نادينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 28، الصغرى 15، الإسكندرية 23 16، مطروح 22 16، بورسعيد 24/16، الإسماعيلي أو الإسماعيلية 28/16 وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للسويس 28/16، العريش 24/15، طابة 27/20، شرم الشيخ 31/20، الغردقة 31/20 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 33/19، أسوان 34/20، الوادي الجديد 32/20، شلاتين 31/22، حلايب 29/21 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.